عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الصغار، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم في اليوم الرابع. كيف أصبحتم اليوم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم سوف نتعرف على حرف الثاء مع الحركات القصيرة الفتحة والضمة والكسرة. اليوم معنا صندوق الاستكشاف، وهو يحتوي على أشياء كثيرة، فهيا نتعرف عليها من خلال اللمس. هيا يا صغيرتي نكتشف ماذا يوجد داخل الصندوق. حسناً. هل عرفتي؟ لا يا. سوف أساعدك يا صغيرتي. كيف تجدين ملمسه؟ ناعماً أم خشناً؟ إنه ناعم. ماذا نصنع من القماش؟ نصنع الثوب. بارك الله فيك. إنه ثوب. إنه ثوب. ما الصوت الذي تبدأ به كلمة ثوب؟ ما الصوت الذي تبدأ به كلمة ثوب؟ أحسنتم. إنه حرف ف. إنه حرف ث. ث ثوب. ث ثوب. لدينا شيء آخر في الصندوق، هيا نكتشفه. هل عرفتي صديقتي؟ لا. حسنا، هو حيوان زاحف يعيش في الغابات والصحاري. ثعبان. لا تخافي لا تخافي، إنه مجسم. حسنا يا معلمتي. أحسنتي. ما الصوت الذي تبدأ به كلمة ثعبان؟ ما الصوت الذي تبدأ به كلمة ثعبان؟ أحسنتم. إنه ثو. ثو ثعبان. ثو ثعبان. هيا يا صغيرتي، هذه الأشياء ماذا نسميها؟ المسيها واكتشفي. موزة. موز. أحسنتي. ما هذا؟ فكري. إنها إجاصة. أحسنتي يا صغيرتي. هذه تفاحة. بارك الله فيك. وهذا عنب. وماذا نسميهم؟ نسميها ثمار. أحسنتي يا صغيرتي. ثمار. لاحظي تبدأ بأي حرف؟ ثمار. ثي. ثي. ثمار. ما الصوت الذي تبدأ به كلمة ثمار؟ ما الصوت الذي تبدأ به كلمة ثمار؟ ثي. ثي. أحسنت يا صغيرتي. قرأنا حرف الثاء مع الحركات القصيرة الفتحة الضمة الكسرة. ثاء. ث. أفتح شفتي عند النطق ث. 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 ثوب. ث. ثوب. الضمة أضم شفتي قليلا عند النطق ثو. 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 ثعبان. الكسرة أبتسم عند النطق ثي. ثي. ثمار. هيا أردد مع معلمتي. ثاء فتحة ث. ثاء ضمة ثو. ثاء كسرة ثي. أحسنتم يا صغاري، والآن حان وقت النشاط الفني. وبعد أن تعرفنا على حرف الثاء مع الحركات القصيرة، هيا نزين الثوب بالحروف المتشابهة. مستعدون؟ هيا يا صغاري، ما هذا الحرف؟ أحسنتم، ث. سوف أزين الثوب حرف الث. وما هذا؟ ب. بارك الله فيكم. وهذا الحرف؟ ت. أحسنتم. ث.
إنه جميل جدا. أحسنتم يا صغاري. الآن حان دوركم يا صغاري لتطبيق بعض الأنشطة التي شهدناها بمساعدة أمي وأشاركها معلمتي على الكلاس دوجو لكي أحصل على نجمة الأسبوع. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا يا أبطال، وإلى لقاء قريب إن شاء الله مع درس جديد.